مؤخرا احنا بنحكي تطور تكنولوجيا، ذكاء اصطناعي، عم نحكي عن عالم اختلف تماما عن زمان. صحيح فالتحدي انك تحافظي على هذا النوع من يعني العادات. صح واختلفت ايضا سلاسل التوريد والعديد من الامور اللي راح نتحدث عنها من خلال حلقاتنا القادمه من يوم جديد ولكن كما تحدثنا في البدايه اليوم راح نتحدث عن يعني احد تحديات المسؤولية المدنية المعاصرة تحدث عن الذكاء الاصطناعي كيف نتعامل معه قانونيا بالفقه وفي بعض الأحيان هناك بعض الثغرات الموجودة في القانون هناك آه يعني مرونه كبيره بكيفيه التعامل مع القضايا التي تختص الذكاء الصناعي وهناك ايضا مجال مفتوح للقاضي كيف يتعاطى مع هذه القضيه كل هذه المواضيع واكثر سنتحدث مع المحامي الدكتور بخيت محمد ددعجة دكتوره في القانون المدني من جامعه القاهره صباح الخير دكتور اهلا وسهلا فيك اسعد الله صباحكم وصباح الساده والسيدات المتابعين أهل. أود أشكركم على الدعوة الكريمة وأشرفني أن أتواجد في هذا الصرح العظيم مبنى الإذاعة والتلفزيون الأردني ويزيد شرفا اللقاء بكوكبة من المذيعين المميزين والأمير الأردنيين شكرا لك أستاذي يعني بداية موضوع جدا مهم وصدقا يعني ملفت لأنه إحنا نتحدث عن الذكاء الصناعي وعم نحكي عن المستقبل نعم. وربط القانون في هذا الموضوع واجب لأنه القانون يجب أن يكون في جميع المجالات نعم. ويجب أن يكون أيضا معاصر لجميع الفترات الزمنية نعم. ولكن أنت من خلال دراستك من خلال كتابك اللي رحنا نعرفه اكثر، وجدت حلول لهذه الثغرات نوعا ما القانونيه، واليوم راح نتحدث من ناحيه مدنيه اكثر. بدايه شو اللي يعني وجهك لهذا المجال تحديدا الذكاء الاصطناعي؟ سيدي في البدايه لابد انه نشيد في جهود وتوجيهات مولاي صاحب الجلال الهاشميه بالتوجه نحو التحول نحو الدوله الدوله الرقميه وجهود عظيمه في اعداد الخطط الاستراتيجيه واعاده الهيكله تستند للعوالم الرقميه والتكنولوجيا الحديثه سيدي انا توجهت للموضوع هذا لانه يعني بصراحه لم اجد كتابات شافيه او اجابات شافيه في الموضوع هذا، لانه احنا عندنا القوانين والتشريعات اللي تم اعدادها هي تم اعدادها في مرحله معينه سابقه، طبعا لا ينكر الجهود المبذوله من المشرع الاردني في انه في محاوله المواكبه والامور هذه لكن هذا مستقبل يعني متسارع ومتنامي بشكل سريع جدا <applause> فكان لابد انه نحط الخطوات الاساسيه او اللبنه الاساسيه اللي نرتكز عليها ومن خلالها نمضي قدما في هذا الموضوع لانه لا شك انه الذكاء الاصطناعي هو عالم كبير جدا وليس هو علم هو مجموعه علوم يدخل في علم الفضاء يدخل في الطب في العلوم الاجتماعيه وما شابه وما الى ذلك فاذا ما كنا حطينا خطط اوليه لغايات السير قدما في الموضوع هذا راح نضيع راح يصير في عندنا لبس وصار في, في عندنا اشتباكات مشاكل قانونيه معينه في اثر دكتور يعني نحن بنشوف كل يوم والثاني في عنا شيء جديد اختراع لا. جديد منظومه جديده الكترونيه بموضوع الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي كيف يتم التعامل مع هذه التطورات تحديدا بموضوع القانون يعني ممكن تطلع لنا مشكله جديده مش موجوده قانونيا كيف نعم. تبحثون عنها كيف تكتبونها يتم وضعها او ادراجها بالقانون المختص بالذكاء الاصطناعي نعم ست في البدايه هو التكنولوجيا الذكيه زي ما بتعرفوا هي غزت العالم وغيرت النمط الحياه والمعيشه في المجتمع من ناحيه ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه وبالعكس مستوى العائله حتى عملت طبعاً. أن نمط عائلي جديد حتى وصولا للمجتمع الافتراضي اللي احنا بنتعامل فيه نعم. الان المشاكل واللي ممكن تستجد من خلال الامور هاي انه احنا نتعامل الان في المرحله القادمه يعني احنا في مرحله اوليه ممكن كان حالنا هنا لكن في المرحله القادمه راح نتعامل مع اله اله لها صلاحيه او لها القدره على اتخاذ قرار يعني هي الان هي تحاكي الفكر البشري والعقل البشري والذكاء البشري فالان راح يكون لها قدره اتخاذ قرار في حال انه الاله هذه انتجت خطا او او انتجت ضرر لشخص ما او لاموال عامه او كذا من الشخص المسؤول في الحاله هاي كيف سيتعامل معها ايضا بالضبط والاليه والكذا وقضائنا الصحيح يشهد له بالنزاهه والتطور المستمر ولكن احنا زي ما كنا نتناقش سابقا التخصص مهم والنوعيه في في الموضوع هذا مهم جدا يعني لازم يكون في المام في المجال الالكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا لانه المستقبل الان هو الذكاء الاصطناعي واللي بينعكس على المجتمع من ناحيه ثانية من ناحيه المهن العصر الرقمي اللي هو اللي راح نتولد اللي هو مهن المستقبل اللي راح تختلف عن المهن التقليديه اللي راح تنتظر تندثر بطبيعه الحال يعني. نعم فتناولت في كتابي انه كيف نعالج الامور هاي. الان المسؤوليه التقليديه اللي هي بنحكي عن احنا عن المسؤوليه العقديه والمسؤوليه التقصيريه اللي المتواجده بالعرف القانون منذ امد بعيد لكن يسجل للمشرع انه انه واكب في جزئيه مسؤوليه الاله ومسؤوليه الخاصه اللي نحكي عنها الان هون سيكون محاسبه للشركه الام للوكيل الموجود لدينا نعم. هون يعني هون الواحد ببلش يخاف مثلا كمان زي ما بيحكوها لما بدك تعوض تعويض لما تكون الدول العربيه غير عن التعويض عن الدول الاوروبيه اكيد اكيد 100% المية مية. أه ستي هي احنا بنتحدث الان يعني ما بتحدث مثلا عن عن, عن الاله العاديه هي يعني اله ذكيه جدا يعني الان وصلنا لمرحله مركبه ذاتيه القياده فاحنا اذا تولد اخطاء في البرمجه اخطاء في الظروف المحيطه ادت الى اضرار في الغير التساؤل زي ما تفضلت اللي يدور انه من يتحمل المسؤوليه في النهايه وكيف اليه التعاطي معها ومين الشخص المسؤول حمامي حتى اتوجه له صحيح آه. يعني يمكن الوضوح مطلوب دائما بهذه الامور والقانون لازم يكون واضح نعم. أيضاً. نعم. وتحدثنا بانه يعني احيانا في بعض الاحيان الان يترك المجال للقادة في تحديد مسار القضيه نعم. وايضا الحكم النهائي نعم. برايك وبشكل واضح ما هي التحديات التشريعيه التي تواجه الذكاء الاصطناعي وما اهم هذه التحديات سيد الكريم زي ما سبق وحكينا بأنه التحديات الموجودة حاليا واللي ممكن تواجه القاضي بأنه إحنا نستند إلى نصوص قانونية خاصة بالقانون المدني اللي هو الأساس لنصوص قانونية تم سنة في عهد ما كنا وصل لمرحلة هاي من التقدم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة هاي في جزئيات معينة تم تناولها اللي هو في المسؤولية الخاصة ولكنها لا تكفي المشرع في في بعض الجوانب اشار لمسؤوليه اللي هي انا باعتقادي بانه هي الحل للموضوع هذا اللي هو المسؤوليه الموضوعيه اللي هي المسؤوليه المبنيه على عنصر الضرر دون دون الخطا فبالنهايه واشار لها لقيتها في جزئيات في القانون اللي هو قانون المستهلك نعم. يعني أشر لها بشكل واضح ولكن ما بين السطور ولازم يتم توضيحها بشكل أكبر المسؤولية هاي بتحمل المنتج أو المشغل أو الكذا مسؤولية الآلة اللي, اللي تسببت في إحداث الضرر وتابع لشركة شركه معينه طبعًا او لمؤسسه طبعًا معينه طبعًا اذا بالنهايه الحساب راح يكون مع والمحاسبه نعم. مع الشركه المنتج المشغل القائم عليه نعم. لانه انا ما بقدر انسب ل... 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 يعني احد الامور اللي عالجتها انه انا بتعامل مع اله والكيان هذا انا ما بقدر امنحه شخصيه قانونيه حتى اني احاسبه <applause> يمكن استاذي في شغله مهمه ايضا ويمكن تحدثنا عنها ايضا تحت الهواء ولكن بشكل غير مباشر هذه الروبوتات أو هذا الذكاء الاصطناعي، الشركات المصنعة تقوم ببيعه لشركات تقوم باستخدامه، والشركات التي تقوم باستخدامه تقوم بتأمينه، تأمين هذه الآلة. بالتالي أيضا يكون الحساب أحيانا أو التعامل مع شركات التأمين في هذه الحالة. هناك أيضا يعني العديد من الجوانب التي ممكن التطرق إليها هذا الموضوع. شركات التأمين. <تصفيق> 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 يعني هون هاي المشكلة إنه يعني إحنا كيف نصير عملية الربط ما بين القضاء. وشركات التامين يعني صح. في بعض شركات التامين بتيجي تحكي لك انا بعوضك بجزء معين يعني حتى لو كانت مامنها شامل للسياره لا. وكل امورك تمام بيجي بحكي لك لا انا بامن يعني بعطيك جزء معين اليوم بالتكنولوجيا هل سيكون هناك تعويض شامل كامل تحديدا في بعض انواع السيارات في بعض الشركات لك انا ما بامنها ستي احنا لغايه اللحظه يعني لغايه العصر الحالي احنا ما وصلنا لمرحله الذكاء الصناعي الخارق حتى انه نعاني من المشكله هاي بالحيثيات م. احنا الان وضعنا خطط اوليه او لبنا الاساس اللي من خلالها ممكن ننتقل للمرحله القادمه طبعًا. يعني لساتنا يعني في الاردن هنا طبعا لا ينكر الجهود المبذوله صدقا يعني احنا مواكبة في ظل الظروف اللي احنا فيها شيء جميل جدا يعني الانجاز اللي وصلنا له لكن ما وصلنا لمرحله الذكاء الصناعي الخارق اللي ممكن من خلال ندخل في متاهه المسؤوليه هسه اجمالا اجمالا يفترض يفترض في اي منتج او اي موزع او اي مشغل انه يكون في شيء اسمه تامين م. تامين على الاله تأمين صح. على المنتج هذا اللي ممكن يتسبب الضرر حتى نطلع من بوتقه مشكله التعويض واليه التعويض م. ومن الشخص المسؤول بالنهايه فهذه فهذه المشكله هسه معادله شركات التامين في الاردن انا وجهه نظري يعني معاك فيها بوافقك عليها انه انه بدها اعاده جدولة واعاده فلسفه ويعني لانه يعني ما في الضمانات المطلوبه لانه يعني بجزء بنواجهها احنا في القضاء في المحاكم واذا بتسمحوا لي احكي انا بديش يعني اسيء في كلامي لاي جهه معينه لكن احنا مع محبتنا للسلمين. احنا النقد البناء بنسميه طبعا في التغيير بالضبط وايضا و... مهم الوعي عند المستهلك دائما نعم. او الشخص الذي يقوم بتامين مع مين عم بتعامل؟ مين الشركه اللي عم بتعامل معها؟ نعم. احنا احيانا وبكل صراحه وامانه وشفافيه بانه بيحكي لك انا اخذت سعر احسن من شركه فبالتالي بدي اروح معها بدون النظر الى مين الشركه او شو الشركه اللي انا رايح لها او مش سائل عنها والله لا يعني والله في شركات يعني بدناش احنا كمان بس انا من اكثر المتضررين من شركات التامين صراحه انت <applause> وضعك في يعني فيعني آه في هلا بنشوف في ثغرات ممكن في القانون لا تسعف او لا تساعد المستهلك او الكلاينت او الزبون خلينا نحكي من خلالكم دكتور بشكل عام بعملك بالقضاء ويعني ما شاء الله عليك مؤلف كتاب وماخذ دكتوراه في بعض هناك ثغرات موجوده بالقانون، كيف يتم التخلص منها؟ وكيف يتم معالجتها بشكل سريع؟ يا ستي هي يعني العمل الانساني دائما يتصف بعدم الكمال اكيد طبعاً. يعني، م. فبالنهايه في ثغرات موجوده، لكن يعني انوجد شيء في المقابل في شيء اسمه فقه. م. الفقه هذا بدعم المشرع، بدعم القاضي، بدعم صح. الكذا، انا جدا احترم القاضي اللي تستمتع وانت بتقرأ في قرار الحكم تبعه، يعني عباره عن مجله قانونيه، تلقاه راجع للفقه الاردني المصري الفرنسي الكذا فالفقه هو الجانب المعزز وبيسكر الثغرات بالكامل ما في كمال اكيد القانون يفترض فيه انه في تطور مستمر طبعا يسجل لمشرعنا انه فيه طبعًا. 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 في تطور مستمر وما في عندنا استقرار للقاعده القانونيه صحيح. بصراحه صحيح. يعني صحيح. لكن يعني الحديث يطول يعني احنا الان حكينا في خطوط عريضه صحيح. الجزئيات والمحاور الاساسيه هاي تحتاج لمجموعه حلقات لانه فعلا صحيح. الموضوع يستحق أن الدوله او الجهات المعنيه ينفذوا رؤى جلاله الملك في الموضوع صحيح. هذا في الدخول صحيح. في عالم الرقمنه والعالم الافتراضي صحيح. هذا لازم انه يجتهدوا على الموضوع هذا ويركزوا عليه اكثر المستقبل القادم للقصه هاي وكتاب مهم جدا دكتور اه ستي فيعني بقدر اضيف نقطه هيك سريع. في موضوع الـ 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 الان في توجه ونظر عالميه للمدن الذكيه صحيح نعم المدن الذكيه هاي احنا في الاردن وين منها يعني وين الرؤى في الموضوع هذا وين الخطه الرئيسيه اوكي احنا في ان امكانيات وفي عنا يعني تصور معين للقدره الموجوده داخل مقدرات الدوله لكن بالنهايه لازم نحط الخطط صحيح يعني الجيل السابق وضع لنا شيء ونحن اليوم والآن لازم احنا آه. آه. نوضع خلط. للجيل خلط. القادم صحيح. يعني اذا حطينا الخطط الان في المرحله هاي ممكن صحيح. احنا بعام نعم. 2030 نكون انتقلنا للمرحلة القادمة آه. يعني آه المحامي الدكتور بخيت محمد الدعجة هذا آه الكتاب أو آه 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 نعم جهود يشرفني بداية يعني نتحدث آه ولكل الأشخاص المهتمين بقراءته والذكاء الاصطناعي أحد التحديات المسؤولية المدنية المعاصرة بنشكرك على وجودك معنا اليوم مم. ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله دائما بيكون هناك في تغيير يشرفنا, يشرفنا يا سيدي يشرفنا يا سيدي أنه نهدي النسخة هذه للإذاعة والتلفزيون شكرا إحنا. شكرا, شكرا, شكرا جزيلا خالص احترام وتقدير